حكمي لازم يستمر من بعدي على حساب أي شخص، حتى لو كان الشخص ده أنت يا حتشبسوت. رأيي هو نفس رأيك يا جلالة الملك، الحكم لازم يستمر، ولازم ملك كيمت اللي بعدك يكمل المسيرة اللي انت بدأتها، لكن الوريث لازم يكون مني أنا، أنا أكون أمه. تحتمس الثالث ابني وولي عهدي. بس أنا مش أمه. الأهم من إنك تكوني أمه إني أنا الملك تحتمس الثاني ملك كيمت أبوه. وبعدين أنت في المرتين اللي أنجبت فيهم ما قدرتش تجيبي وريث للعرش يورث ملكي ويكمل من بعدي. أمر جلالتك. Hmm.